بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سياسة الإسكات وتخويفك من انك انت تسأل في الدين او تسأل في السياسة، وبعد كده يقولك دايما ايه، ما تفتيش بدون علم، ما تفتيش في اللي مالكش فيه، ما تتدخلش في امور اكبر منك، من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب، انت اكبر من الشيخ الفلاني، انت هتعرف احسن من الشيخ، انت كذا، كل هذه مهاترات عشان يسكتوك ويخرسوك وما تفهمش حاجة وتمشي مع الزفة. أمال مين اللي يتكلم؟ اللي يتكلم واحد شيخ منفوخ، أنفوخ منفوخ، حلوة بنفوخ دي على فكرة، وده يا سيدي معاه شهادة ما يشيلهاش 20-30 واحد لأنها تقيلة جدا وفخم جدا وبيجي في الإعلام ومشهور ومش عارف ايه وبتاع وكذا، وهو ده اللي يتكلم لأنه معاه رخصة من الجامعات، والجامعات دي تحت إدارة الطاغوت، والطاغوت تحت إدارة الصهاينة، ودي ما حدش يقدر ينكرها، وعلينا إن احنا نسمع كلام هذا الرجل وكأنه هو معاه شهادة، إذن هو عالم، وفي نفس الوقت إذن هو مخلص، وهذه المعادلة مخادعة للغاية. أولا أنا هقول لك، أنا قابلت بعض الناس منهم بيتهرب أصلا من المناقشة لما يعرف أنك أنت عندك أرضية وهتناقشه، بيتهرب من المناقشة ويمنعوك من أنك أنت توصل له، ويقول لك ده تعبان، وبعدين تطل عليه في الغرفة اللي بيجتمع بيها مع كبار الدجالين تلاقيه عمال يضحك وقدامهم الكباب والكفتة والبراشيح والأناشيح، وتلاقيهم قاعدين اخر انسجام تقول ده هو جاي اصلا من السعودية لحد هنا عشان ياكل كباب وكفتة وبراشيح وأناشيح، ولا جاي عشان يعلم واحد زي حالاتي. مرة في مرة تعرف ان هو فعلا أراجوز، ما عندوش مادة علمية، رقم واحد بيتعامل مع المخابرات السعودية او اي مخابرات عربية، رقم اتنين وفي الحقيقة هو بيدار من قبل المخابرات الامريكية، لان امريكا لما تيجي عايزة توصل لك فكرة مش هتجيب لك واحد مستشرق بشعر اصفر وبعينين خضراء ويتكلم معاك وهو نصراني وانت مسلم، ما انتش هتثق فيه اصلا، فبيجيب لك هذه النوعيات من البشر عشان تتكلم معاها، وبعد كده يبدأ يحقر من شأنك، انت ما تعرفش احسن منه، ده راجل عنده مش عارفيه، في الحقيقة هو عميل وخائن، وهو يشعر او لا يشعر ده موضوع تاني. انا هقول لك على حاجة بسيطة جدا عشان اختم حديثي معاك، انت دايما حط في اعتبارك شيء معين، ايه هو؟ ان انت مش لازم تكون عالم في الرياضيات عشان تجاوب على معادلة بسيطة 2+2=4، دي طفل في ابتدائي يعرفها، وكبير خبير جدا في العلوم الرياضيات يعرفها، فما انتش محتاج انت المعادلة دي عشان توصل للموضوع ده. لما تيجي تحط المية على التراب هيتحول الى طينة، ودي معادلة كيميائية ما حدش يقدر ينكرها، وما انتش محتاج انك انت تكون خبير في علوم الكيمياء عشان خاطر توصل وتتكلم في هذه المسألة. المشكلة ما يجيبوا لك الخبير اللي بيحاول يقنعك بايه، بيحاول يقنعك بانه بعكس هذا الكلام، بعكس هذا الكلام البديهي، وبيحاول يقنعك بامور زي كده، ده لا تثق فيه ابدا. ما تسكتش على حقك، ما تسكتش من حقك انك تفهم، واللي ما يقدرش يقنعك لا يساوي شيء، والسلام عليكم.